السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيو جديد النهارده هنتكلم فيه عن مفرمه البصل من السيف. ان شاء الله هقول لكم رايي فيها بكل صراحه، وخاصه ان دي تاني مره ليا اشتري فيها نفس الكبه، وهقول لكم ليه انا جبت واحده جديده والقديمه بتاعتي ايه اللي حصل فيها عشان كده رجعت اجيب واحده تانية. كل ده هتعرفوه، هقول لكم رايي فيها وهل تشتروها ولا لا، عشان هي سعرها يعتبر نسبيا رخيص بالنسبة للحاجات التانية والماركات التانية، فيعتبر رخيص، رخيص قوي كمان. تمام، فتابعوني للنهاية، ولو اول مرة تشوفوا قناتي يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك بالقناة. طيب انا يا جماعة جبت الكبة دي اللي حضراتكم شايفينها في الفيديو من نون، جايباها ب45 ريال، يعني بما يعادل حوالي 190 185 ريال، يعني عفوا جنيه، يعني نقول بحوالي 200 جنيه. تمام، هي بحوالي 200 جنيه مصري، فهتلاقوها على نون عادي بكل سهولة، هتلاقوها موجودة في مصر، موجودة في السعودية، هتلاقوها بكل سهولة، تقدر ان انتوا تطلبوها. طيب نيجي هنا بقى، ده شكل الكبة. انا طبعا شفتها قبل ما اعمل الفيديو، اول ما وصلت يعني فتحتها وكده وشفتها عشان بس اتأكد ان كل حاجة فيها سليمة. فده شكلها، مكتوب هنا ان هي ضمان سنتين، بيجي معاها هنا بطاقة ضمان اهي، وده طبعا كارت التعريف بالكبة وكده، مكتوب فيه ازاي نستخدمها والحاجات دي كلها، بس احنا طبعا مش هنحتاجها يعني. نيجي هنا بقى للكبة بتاعتنا، انا هفتحها مع حضراتكم هوريها لكم، يعني انا فتحها بالفعل بس هوريها لكم. خلاص، بتيجي طبعا هنا الكبة نفسها دي ساعة نص لتر، يعني تستوعب نص لتر. هنا حجمها ما شاء الله حلو جدا جدا، طبعا هي بلاستيك مقوى او زي حاجة اسمها باغة كده لو تعرفوها، فهي جامدة يعني ما شاء الله. تمام، او شكلها هو طبعا الجزء ده بلاستيك، الشفرة هنا ما شاء الله ستيل اهو، وطبعا الجزء اللي فوق بلاستيك، الجزء اللي تحت ده بقى هو ده المشكلة اللي كانت عندي في الكبة الاولى، ان لما وقعت مني على الارض كذا مرة، في مرة من المرات الجزء اللي تحت ده للأسف انفصل عن الكبة، فللأسف كده باظت. حاولت ان انا اجيب فيه زي لزق جامد جدا، بلزق حتى الخشب والحاجات الحديد، بس منفعش معاه للأسف لان انا بغسلها بمية كتير فكان بيفك. فخلاص استسلمت وقلت ان انا هجيب واحدة جديدة. فده شكل الجديد اهو يا جماعة، يعني لا اتحرقت ولا باظت ولا اي حاجة بصراحة، هو بس العيب ان هي لما وقعت مني كتير جت في مرة، فالجزء اللي تحت ده اللي حضرتكم شايفينه ده اللي هو الحديد اللي طالع لفوق ده اللي بتثبت عليه الشفرة انكسر، او السكينة بتاع التقطيع انكسر. تمام، نيجي هنا، ده شكل بقى الموتور او الجزء اللي فيه الموتور نفسه او الكبة نفسها اهو، شكله حلو قوي زيه وزي اي كبة يعني شكله حلو. تمام، طبعا يا جماعة الكبة دي اوعى تفرموا فيها لحمة وكده او تعملوا فيها كفتة والكلام ده كله، لأ هي اخرها مفرمة بصل، بصل وخضروات هتعيش معاكم ما شاء الله ما شاء الله كتير كتير يعني، لكن هتستخدموها في الكفتة وفرم معرفش ايه وايه وايه وايه، لأ هي اخرها خضروات يا جماعة. خلاص، طبعا هنيجي هنا هنلاقيها ان هي بسرعتين زي ما حضرتكم شايفين كده، وده طبعا الجزء اللي بيركب على الكبة. طب طريقة الاستخدام ايه؟ طبعا كلنا عارفين طريقة الاستخدام، انت بتركبي هنا وبتحطي الحاجة اللي انت حابة تفرميها، وبتركبي الجزء اللي فوق ده بالشكل ده كده، وبعدين بتقفليها وبتيجي بعد كده وبتركبي الجزء التاني عليها كده. خلاص، طبعا الفيشه بتكون محطوطه في كهربا وكده، وبتضغطي هنا، مجرد ما بتضغطي خلاص الشفره اللي تحت دي بتتحرك وبتبتدي ان هي تقطع الخضروات بتاعتك. استخدامها سهل جدا، جميله، هي مش ماركه واو وكده، ولكن يا جماعه والله بتقعد كتير جدا ما شاء الله تبارك الله. انا زي ما قلت لكم انا ليه غيرتها وجبت واحده جديده، عرفتكم السبب ايه. فلو حابين ان انتم تجربوها توكلوا على الله وجيبوها، وسعرها حلو جدا، اهم حاجة بس المحافظة، وخلوها للخضروات. اتمنى ان اكون قدرت افيد حضراتكم، ولو حتى بحاجة بسيطة. مع السلامة.